ديال انك تبغي نبدا بيه، انا ماشي واد. الموضوع اللي بغي نبدا بيه هنا بعدا هو مساله البطاقات. فكما كتعرفوا الاخوان انه كانت واحد الحمله ديال البطاقات، الحمد لله شاركوا فيها الرجويين بحراره. يكفي الرجويين فخرا انهم بانه شراو جميع البطاقات اللي كانت مطروحه، يعني ما بقات حتى شي وحده. وهذا كيبين بانه الرجويين ملي كيلقاو المعقول في التسيير، كيلقاو الناس اللي صافيين في التسيير، كلهم كيتفوا حولهم، وكلهم كلهم يعني متكتلين حول المشروع. طيب هاد في اطار هاد الحمله ديال البطاقات، فكنا طلبنا من الاخوان اليوم في الخارج اللي عندو شي امكانيات وبغى يعاون خوته، ما يحضرش والله ما ياخذ ديك البطاقه ويعطيها لشي واحد اللي محتاج. الاخ اللي كيصوني ما غنجاوبكش اخويا، علاش؟ لانك رقم مجهول بالنسبه ليا. الله يرحم الوالدين، راه ديما كنقول اذا كنت متبع اللايفات ديالي، راه كنقول بانه اللي بغى يتصل بالنهار يعطيه الهويه ديالته وسميته ولا البروفيل فيسبوك ديالو، وندخل ونعرفو، وديك الساعه غنضموا لائحه الاصدقاء. ملي غادي يصوني دابا في الواتساب بغى يطلع ليا بالاسم ديالو غنعرفو فلان. اما باش نطلع انا واحد ما كنعرفوش ولا ما كنعرفش، انا ماشي اذاعه وماشي تلفازه، داكور؟ انا ما عنديش استوديو اذاعي وما عنديش استوديو تلفازي، فانا ما كنطلعش الارقام المجهوله، وهذا الشيء راه دايرهم شحال هادي ولا الناس كيعرفوا، ياك؟ دونك قلت سيدي في اطار هذيك الحمله، بعض الاخوان اللي هما اللي فيهم الاكثريه ما بغاوش يعرفوا شكون هما جوج الناس ولا ثلاثه اللي ساهموا في هذه العمليه، ولكن تيقول لك بغينا الانونيما ما بغاوش لي كات. بالمناسبه ساهموا فيها جوج الناس فقط، واحد الاخ ساهم بواحد لاكات ولكن تصابوا لي كات توقفوا، ولكن فلوسهم مخزونين ان شاء الله باش غنمولوا عمليه اخرى اللي جايه من بعد اللي هي تاع التونيات. داكو الله يثبت الاجر الناس اللي تبرعوا، والله يثبت لنا حنا الاجر اللي كنا وسيطه. فغادي تشوفوا البطائق اللي هي بلاتي هذا السيد هذا، لانه باغي باش ما كان يهضر. انا كنقول لك انا دويت معاك، الا كنتي متبع انا دويت معاك، دابا نبلوكيو لي زابيل حتى نكمل التدخل. دونك كما قلت الاخوان، فهاد الاخوان هادو الحمد لله انه شوفوا راه الشراء ديال البطائق، هاد الناس اللي طلعوا راه درت برنامج لايف خاص بنتائج المسابقه. فهما كانوا عندي سبعه ديال لي كارت، فخمسه فيهم دازوا في السيستيم، وجوج من سوء الحظ ديالهم انهم جاو حتى لديك اللحظه اللي غادي يحبسوا لي كارت ما بغوش يدوزوا ليا. فانا كنحتفظ بالسميات ديالهم، جوج ديال الاخوان هما عندي فلوسهم مدسوسين ان شاء الله، يبانوا التونيات غادي نعوضهم لهم في التونيات باش ما يضيعوش. نتمنوا الله يجازي دوك الناس اللي هما ساهموا. الاخرين الاخوان عندنا خمسه ديال الناس لي كارت ديالهم، يعني اربعه فيهم توصلوا بلي كارت، الخامس اخر مكالمه اليوم قال لي غدا ان شاء الله غادي ينزل، هو من اولى التيمه النواحي ديال اكادير، غادي ينزل غدا لكازا على قبل لاكارت ديالته باش ياخذها، وغالبا حتى هو غادي ياخذها. دونك الحمد لله ملي سهرنا على هذه المساله، تصوروا انه لي كارت خديتهم في لو 28، في لو 28 فاش جات الحجز ديال البطاقه، ال 28 اوت. دابا شحال دابا؟ حنا الحمد لله دابا بريسك 3 سيمين هادي، وبقيت متبع العمليه الحمد لله، ان الاخوان كلهم خداو لي كارت ديالهم، وغادي ندوزهم ما عندهمش مشكل، غادي ندوزهم باش نشوفوهم سميتو. وفي نفس الوقت تشجيع الاخوان الاخرين اللي هما اللي زعما رجويين يبغيو يعاونوا على شي عمليه مقبله. الحمد لله راه حنا معروفين شويه، ما عندناش مع التخشيش، ما عندناش مع الغش، اي امانه ديال شي واحد راه كتوصل، وكاينه بوادر مع الناس اخرين الحمد لله اللي بغاو يساهموا في هذه العمليه ديال اعانه خوتهم الرجويين. فغنبدا بالصوره الاولى. الصوره الاولى هي هذه، الاخ دانين معاد، دانين معاد، غير باش نضبط الهويه. الاخ دانين معاد هو من سيدي عثمان، من منطقه سيدي عثمان، لاكارت ديالته هي هذه الحمد لله، راه توصل بها، اللهم لك الحمد، والله يجعل ربي يتقبل من دوك الناس اللي عطاو الفلوس، ويتقبل منا حتى حنا اللي كنا سبب. هذا الاخ دانين. غنمشي على الاخ الثاني اللي فاش في المسابقه، اللي هو الاخ بقاري ياسين. هذا السيد من منطقه سيدي مومن، هذا حتى هو اللي فاز بالبطاقه الثانيه، الحمد لله توصل بها، راه صورها وصيفطها لنا. فكذلك نفس الدعاء كنوجهوا الناس بصفه خاصه اللي هما اللي عطاو رزقهم. من بعد هذا الاخ هذا من بعد باردون نو ماشي هذا، غنمشيو للاخ الثالث. الاخ الثالث هو هذا الاخ بارون عبد الرزاق. اخ بارون عبد الرزاق
هو من تماره، من مدينه تماره، الحمد لله تا توصل بالبطاقه ديالو. في الاول مع اول تجربه غندير المسابقه، فاضطريت اني نفتحها للمغرب كامل، اللي فاز مرحبا به، قرعه مفتوحه للجميع. ولكن غير الاشاره الاخوان، راه ملي كدير مسابقه خارج كازا راه كتمحن باش توصل داكشي، لان دوك كلهم خصك تخلص ليهم باش يتوصلوا بعد لعندهم، وسميتو حتى الناس يخلص لهم باش يتوصلوا لعندهم راه كانت مشكله، لانه ما كيوصلوش ليهم، او الريزو ما كيكونش ما كيتصلوا بهم. فبقيت سهران على العمليه حتى الحمد لله السيد في تماره توصل بلاكارت ديالته، ها هي الحمد لله. نمشيو لما بعده، البطاقه الرابعه جو كوا هي هذه الرابعه، ديال السي نيت الحسن سمير. سي نيت الحسن سمير من مدينه سالا الجديده، حتى هو توصل بالبطاقه ديالته الحمد لله. بون سبيكتاكل، نتمنوا هاد الاخوان نتلاقاو بهم في التيران بكل فرح نهار الحد ان شاء الله. سيبو هاني هو البطاقه الخامسه، البطاقه الخامسه. هاد السيد بوهاني راه حسبتو، علاش حسبته هو الخامس؟ هذا هو توصل بها، هذا حتى هو راه غدا ان شاء الله، يعني عيط لهم وقالوا لي راه كاينه البطاقه ديالك خصك تجي ليها، راه غادي يمشي ليها ان شاء الله غدا المركب الوزيز باش ياخذها. جو كوا واش مركب الوزيز ومركب الوزيز سي صح، دونك غيمشي باش ياخذ البطاقه ديالته غدا. سيبو هاني هذا هو اللي بعيد عندنا في الاخوان، كيسكن في ولاد تيمه وغادي يجي لكازا ان شاء الله باش ياخذ لاكارت ديالو. فهذه هي هذا هو الدوسي ديالها، راه صيفطوا ليه باش ان شاء الله غدا يسحبها. تنظن انه خمسه الاخوان فضينا المشكل، ما كاينش مشكل. غادي نشوفوا هذا الاخ، هذا هما جوج الاخوان، هذا الاخ اللي تحبسات ليه، اللي هو سي توفيق عبد الفاضل، سي توفيق عبد الفاضل من القالة. انا تنوعدك هذا وعد من عندي، ما توصلتيش بلا كات ما داش في حقك. ونقول لكم واحد القضيه، هذا سي توفيق عبد الفاضل اللي من القالة، والاخ الثاني تا وليد تبلوكات ليه لانه كان حبسوا لي كارت، اللي هو التيجاني دها او دحا، هادو جوج الناس، دحا التيجاني من كازا وتوفيق من القاره، هادو بجوجهم زعما التقليد عليا انا، ما كاينش فيهم اللي اتصل بيا ولا قال لي لاكارت ديالتي وفينا هي وعلاش ما تصيفطيش نهائيا. ولكن انا التزاما مني ان شاء الله انا كنوعدهم بانه الى عاود طلقوا لي كارت انا غادي نشري لهم لي كارت، ولما تلقوش لي كارت غادي نعوضها لهم في الحوايج ان شاء الله اللي يخرجوا لوريجين تاع ناجا. فتحيه ليهم وان شاء الله هذا وعد من عندي. راه كتشوفوا لتحت راه مع الاسف حبسوا لي كارت، انا كاتب ليه ميساج لتحت. دونك هادو هما تنظن الاخوان، حبسوا هادي ونحبسوا هادي. هذا الاخ الثاني ها هو لابو هاني، الاخ اللي غادي يمشي غدا ان شاء الله وغادي ياخذ لاكارت ديالو، يا با دو بروبليم. دونك نمشيو لهادي، هادي عزلتها بوحدها، هادي لاكارت ديال واحد السيدة اللي هي ليدوسكي جميلة. هاد الأخت هادي كتسكن في منطقة عين الشق. فهاد السيدة في الأول عيطت اتصلت بيا بغات كارطة، قالت لي أودي شوف أنا بغيت كارطة، محتاجة كارطة وإمكانيات ما كتسعفنيش باش ناخد كارطة. قلت لها ما كاين حتى مشكل، على حسابي أنا كارطة ديال 500 درهم. سمعنا واحد الاخ من دوك اللي كانوا تبرعوا بلي كارت ويتصل ديك الساعه في اللايف، قال لي اتصل بيا بالخاص، هو يتصل بيا بالخاص وقال لي ودي شي ديك السيده زعما حشومه امراه نخليوها تمشي تجلس في وسط لابولوز، وكتعرف العزاله تما وهادي والشمس حشومه، انا من عندي نخلص لها لاكارت تاع برونز، وكل واحد ورزقه كيتسناه. فعلا السيد صيفط فلوس ديال لاكارت برونز، خدينا لاكارت برونز توصلت بها الحمد لله، وراه عندها لاكارت. كنتمنى اننا نتلاقاو في التيران ان شاء الله ونشجعوا الرجاء كاملين، والحمد لله هادشي كيفرح، هالتضامن اللي كاين بين الرجاوي والله الا كيفرح. فهنيئا للاخت جميله، وموعدنا في الملعب ان شاء الله.